سلام الله عليكم متابعي قناة عبدولي تعليم السياقة. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم لهذه القناة، راه بكم باش حنا كنزيدو انني نشرح لهم الرومبوان والقاعدة اللي كتطبق في الرومبوان. دابا باش نجيو للواقع الاخوان، بزاف فينا في الزنقة كيشوف بان في الرومبوان كنعطيو حق الاسبقية للطوموبيلات اللي جايين. خير فينا كيكون ركب في طاكسي او لا مع العائلة ديالو او لا، هذه كيشوف بان في الرومبوان وقف وعطى حق الاسبقية للعربة اللي جاية من اليسار. علاش؟ ما كيفهمش. ولكن الاخوان غادي نهزو هذا المدار، هذا الرومبوان هذا، وغادي نشوفو كيفاش حتى الطوموبيلات كيوقفوا كيعطيو اليسار، لان راه الرومبوان راه كيتحسب ملتقى. باش نحدو حنا هذه الكلمه ديال الرومبوانات، هذه الملتقيات يا الاخوان، راه الملتقيات قالوا لنا على انه الملتقيات كيطبقوا فيهم بعض القواعد، اللي منهم خصنا نشوفوا التشوير واش كاين ولا ما كاينش، الاضواء واش كاين في ذاك الملتقى ولا ما كاينش، التشوير الافقي، الخطوط واش كاينين ولا ما كاينينش. دائما الاخوان باش تنتهيوا من هذا الموضوع هذا نهائيا وما باقينش تخطاو في هذه الاسئله ديال الرومبوانات هادو. ملي تعطاكم سؤال ديال الاسبقيه كيف ما بغى يكون، غادي تشوفوا القاعده اللي مطبقه في ذاك الملتقى هذاك، وهذا الملتقى هذا اللي من ضمنهم حتى هو الرومبوان، لان رومبوان راه كيتحسب حتى هو ملتقى طرق. غادي نشوفوا القاعده اللي كتطبق في ديك الملتقى هذاك، وغادي نمشيو بدوك القواعد ديالنا، القواعد اللي عطاونا. ملي الرومبوان تكون فيه البلاكه، اش من بلاكه؟ بحال هاد البلاكه في المثال اللي نحط لكم هنا، هذه راه كتكون في الرومبوانات، هذه هي اللي كتعطينا اننا ليست لكم حق الاسبقيه. ملي كتكون في الرومبوان كنشوفوها عندنا في المدار، كنوقفوا ونعطيو حق الاسبقيه للعربات اللي جايين من اليسار. ولكن الاخوان الا ما كانتش هاد العلامه هذه، ما كانتش هاد العلامه ديال ليست لكم حق الاسبقيه كما نزلتها لكم دابا، هي كتشوفوها هنايا معايا، الا ما كانتش في المدار راه كيكون مولي من كيدوز. علاش؟ لان القاعده ديالنا، القاعده قالوا بانه عند غياب تشوير طرقي في ملتقى الطرق، عند غياب تشوير طرقي في ملتقى الطرق، من الواجب اعطاء حق الاسبقيه للعربات اللي جايين من اليمن. في الرومبوان الاخوان وما فيهش البلاكه ديال ليست لكم حق الاسبقيه، راه اللي داير في الرومبوان كيوقف وكيعطي حق الاسبقيه للعربات اللي جايين من اليمن. صافي، نتوما جوج الاسئله ممكن يطرحوا لكم على المدار. منين تطرح لكم سؤال على الرومبوان غادي تثبتوا مزيان واش كاينه العلامه ديال ليست لكم حق الاسبقيه، الا كاينه راه كيكون من الواجب علينا نعطيو حق الاسبقيه للعربه اللي جايه من اليسار، والا ما كايناش راه كيكون من الواجب علينا نعطيو حق الاسبقيه للعربات اللي هما جايين من اليمن، اللي كيكونوا حنا جايين من اليمن. كنظن ان الرومبوان راه مفهوم الاخوان، ما تحاولوش انكم تخلطوا ما بين الواقع اللي كتشوفوه في الزنقه وكذلك داكشي اللي كتقراو في المؤسسات ديال تعليم السياقه. علاش؟ لان في تعليم السياقه كيقولوا لكم بان راه في الرومبوان كنعطيو بعض الحالات كنعطيو اليمن وبعض الحالات كنعطيو اليسار. شنو هما الحالات اللي كيكون مول اليمن يدوز والحالات اللي مول اليسار يدوز؟ داكشي كامل وشكون اللي خلاه؟ هي هاد العلامه هادي. الا كانت في الرومبوان مول اليسار كيدوز، والا ما كانتش في الرومبوان كيكون حنا اللي عندنا حق الاسبقيه ندوزو في داك المدار. والحالة الثانية الإخوان، الحالة الثانية اللي قد جاوب لكم على هاد الرومبوان اللي كيجيكم، هو أنه العلامة ديال ليست لكم حق الأسبقية أو لا العلامة ديال القيف دائما كيكونوا متبوعين بواحد الخط متصل أو لا خط متقطع. إلا شفتوا في السؤال خط متقطع غادي تعرفوا تلقائيا بأن راه عندكم العلامة ديال ليست لكم حق الأسبقية، وإلا كان خط متصل راه غتعرفوا تلقائيا بان عندكم العلامه ديال القيف. غنزيد نوضح لكم الاخوان مزيان، بعض الاسئله كيجيوكم كيقولوا لكم واش نعطيو حق الاسبقيه للعربه اللي جايه من اليمن او لا واش نعطيو حق الاسبقيه للعربه اللي جايه من اليسار. بعض المرات كتبقاو تشوفوا في جهه اليمن وفي جهه اليسار كتبان لكم غير الطوموبيل، ولكن ما عارفينش واش عندها شي بلاكه او لا عندكم او لا عند هذيك اللي جايه من اليسار او لا اليمن او لا او لا. غادي تنوضوا، غادي تثبتوا مزيان ملي تطرح لكم السؤال، غتثبتوا مزيان واش عندكم عول المرور، واش كاين البوليسي تما في ذاك الملتقى الطرق. من بعد البوليسي غادي نشوفوا الاضواء واش كاينين تما ولا ما كاينينش، دوك الاضواء واش كاينين، واش كاين عندك الضوء احمر، واش كاين ضوء خضر، واش كاين عند الاخر اللي ماجي من اليمن او لا الاخر اللي جاي من اليسار. من بعد الاضواء كننتقلوا مباشره للتشوير العمودي. بعض المرات غيعطيوكم البلاكه، ماذا البلاكه عندك او لا عند هذاك اللي جاي من اليمن او لا عند هذاك اللي جاي من اليسار. منين ننتقلوا من البلايك
غادي نمشيو مباشرة للتشويه الأفقي. التشويه الأفقي هو هذاك الخطوط اللي كيكونوا في الأرض. إذا كان عندكم خط متصل أو لا خط متصل بالكم في الجهة ديال اليمين ديال ديك السيارة اللي جاياكم اليمين اللي طرحوا عليها السؤال، أو لا ديك السيارة اللي جاية من اليسار اللي طرحوا عليها السؤال كاين خط متصل، أو لا قدامكم في الصورة عندكم خط متصل، غتعرفوا تلقائيا بأنه عندكم العلامة ديال القيف، لأن قيف كتكون مصحوبة بالخط متصل. أو لا إلا شفتوا خط متقطع عندكم، أو لا عند ديك السيارة اللي طرحوا عليها السؤال في الجهة ديال اليمين، أو لا ديك السيارة اللي طرحوا عليها السؤال في الجهة ديال اليسار، راه كيكون العلامة ديال ليست لكم حق الأسبقية. يعني خط متقطع في الأرض كتكون مصحوبة علامة ديال ليست لكم حق الأسبقية، والعلامة ديال القيف راه كتكون مصحوبة كذلك بخط متصل. يعني غير التشويه الأفقي الإخوان، دوك الخطوط اللي في الأرض راه ممكن يجاوبوا لكم على بزاف ديال الأسئلة، لأن بزاف كيهز كيشوف السؤال اللي كيتطرح، والعديد منكم راه تقريبا مسجل في المؤسسات كيشوف كيفتش غير على البلايك، كيقلبوا على البلايك واش كاينين ولا ما كاينينش. منين نقلبوا على البلايك واش كاينين ولا ما كاينينش وما لقيناهمش، والاضواء ما لقيناهمش في الصوره، غننتقلوا مباشره للتشويه الافقي. قلب على التشويه الافقي واش كاين ولا ما كاينش. الا بان لك خط متصل راه كتعرف بان عندك قيف، والا بان لك خط متقطع في الارض راه عندك ليست لكم حق الاسبقيه. والا ما كاين لا خط ولا تشوير العمودي اللي هما البلايك، ولا بوليسي، ولا اضواء ثلاثيه الالوان، دوك الضوء الحمر والخضر وديك اللي كيشعل بالاحمر والخضر والصفر، هذو كيتسموا اضواء ثلاثيه الالوان. تما كتطبق ديك القاعده ديال انه عند غياب تشوير طرقي في ملتقى الطرق راه من الواجب نعطيو حق الاسبقيه للعربات اللي جايين من اليمن. كنظن على الاخوان باش نوضح لكم اكثر بان الاسبقيات عديد منكم كيجيوهم دوك الاسئله صعابين وهما راه ساهلين. اي سؤال عقلوا على هاد الهضره هادي اللي كنقول لكم وانا عارف شنو كنقول. اي سؤال تطرح لكم ديال الاسبقيات، اول حاجه غادي تفكر هي تقرا السؤال مزيان، تقراه مزيان وتفهمه، عاد تنوض تحلل. منين تنوض تقلب يعني تقرا السؤال وتفهمه وتنوض تحلل في الصوره اللي عطاوك، ما تنوضش تجاوب ديك الاسبقيات واش انت دوز ولا اللي جاي من اليمين يدوز ولا اللي جاي من اليسار، حتى تدوز على اربعه ديال الحاجات. انا كنعاودهم لكم اربعه ديال الحاجات. الاولى خصنا نشوفوا واش كاين البوليسي ولا ما كاينش. الا كان البوليسي راه البوليسي هو اللي كيفك لنا داك السؤال هذاك، شكون اللي يدوز شكون اللي ما يدوزش. البوليسي الا كان عاطيك بالظهر راه كتوقف، ولا عطاك بالوجه كتوقف. يعني البوليسي الا عطاك بالظهر ولا بالوجه راه واجب عليك توقف، ولا عطاك بالجنب ديال اليمين او لا ديال اليسار راه مسموح لك تدوز. من بعد البوليسي كننتقلوا للاضواء ثلاثيه الالوان. شوف الاضواء واش عندك ولا ما عندكش، واش عندك السياره اللي طرحوا عليها السؤال ولا ما عندهاش. يعني الاضواء راه باينين، كلكم كتعرفوا بان الضوء خضر كندوزوا فيه، والضوء الاحمر كنوقفوا، والضوء الصفر كنستعدوا باش نوقفوا. صافي الضو صفر ملي كيكون شاعل واقف راه كيأمرك باش تستعد باش توقف، وملي كيكون الضو صفر كيرف يعني كيسني ويشعل، ها كيطفى ويشعل، راه كيقول لك انك ترد البال ودوز، او لا تنقص من السرعه ودوز، او لا تطبق القاعده ديال مولي من يدوز. هذه الا ما كانش التشوير العمودي او لا الافقي. من بعد ملي كنشوفوا هاد الاضواء ما كاينينش وشفنا البوليسي ما كاينش، كننتقلوا نشوفوا التشوير العمودي. ملي تسمعوا التشويه العمودي، لان الاغلبيه كيدخل من الزنقه من 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 المؤسسات، وكيبقى يشوف في التلفزيون او لا في دوك السلسلات اللي كيخدم كيشوف التشويه العمودي، التشويه الافقي، كذا كذا كذا، كيتلف. التشويه العمودي الاخوان هو دوك البلايك اللي كيكونوا واقفين، كيسميوهم تشوير عمودي. غادي نشوفوا واش عندك قيف، واش عند الاخر، واش عند الاخر، واش عندك داك الطريق ذات اولويه المرور، واش عندك كرواز مولي من يدوز. يعني احنا شفنا واش كاين البوليسي، واش كاين الضو، واش كاين التشوير العمودي اللي هما البلايك. الا ما لقيناش هادو تما كننتقلوا للتشوير الافقي. تركز مزيان على التشوير الافقي، واش عندك خط متصل، واش عندك خط متقطع، واش عندك السياره اللي طرحوا عليها السؤال، او ديك السياره اللي في الجهه الاخرى اللي طرحوا عليها السؤال. وانا راه وضحت لكم في الاول ديال الفيديو انه الا كان عندكم خط متصل راه العلامه ديال القيف هذيك، والا كان خط متقطع العلامه ديال اللي ليست لكم حق الاسبقيه. دابا اربعه الحاجات عطيتها لكم،
عطيتكم خصنا قبل ما نوضوا نجاوبوا داك السؤال ديال الأسبقية خصنا نشوفوا عول المرور واش كاين، يعني البوليسي سمحوا لي. من بعد البوليسي كنشوفوا أضواء ثلاثية الألوان، الضوء الأحمر والخضر والصفر. من بعد أضواء ثلاثية الألوان كننتقلوا للتشويه العمودي، من بعد التشويه العمودي كننتقلوا للتشويه الأفقي اللي هما الخطوطة. إلى ما لقيناش هادو كاملين تطرح علينا السؤال وما كاين لا بوليسي في داك السؤال ولا ضواو ولا بلايك ولا خطوطة، تما قالوا لكم على أنه عند غياب شوير طرقي في ملتقى الطرق مولي من كيدوس، يعني اللي من ديالو خاوي هو اللي كيدوس، وإلا كان اللي من ديالكم عامر واجب عليكم توقفوا وتعطيو حق الأسبقية اللي جاي من اليمن. يعني خمسة ديال الحاجات عطيتها لكم، حاولوا تثبتوا عليهم واختبروا نفوسكم في السلسلات، وأنا متأكد بأنكم غادي تجاوبوا 100% وتجاوبوا 40/40 إن شاء الله بحول الله. شكرا لكم، كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوني مزيان. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.